الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا الإنسان تاب توبة نصوح ولكن بقي بعض ذنوبه لا زالت مستمرة مثل ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي أو نحو ذلك، يقول فكيف يكون التوبة منها؟ وهل تستمر هذه الذنوب أو المعاصي تبقى تصب عليه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن التوبة تجب ما قبلها، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن التوبة فريضة من كل ذنب، وأن التوبة مبناها على الفورية، وأن التوبة متى ما استجمع العبد شروطها وانتفت موانعها فإنها تعتبر من التوبة المقبولة بين يدي الله عز وجل، وأن على التائب عند توبته أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل حتى لا يقع في شيء من القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله عز وجل، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان الذنب متعلقا بالغير، بمعنى أنه يتعدى شرره للغير، كبعض المقاطع التي أدخلها الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعي وتطاير شررها وانتشرت وتناقلها الناس، فإن توبته حينئذ تقتضي منه أن يبين خطر هذه المقاطع وأن يتبرأ منها وأن يحذر الناس من متابعتها وأن يأمرهم بعدم النظر إليها وأن يحاول ما استطاع جاهدا في تحذير الناس وصدهم عنها، وعليه أن يعارضها بمثلها. فكما أنه أعانته نفسه الأمارة بالسوء على نشر مقاطع الشر في فئام الناس، فعليه أن يعارض هذا بمثله حتى يكون مكفرا له بين يدي الله عز وجل، فيكثر من نشر مقاطع الخير. وأنا بإذن الله عز وجل من باب حسن الظن به أقول: إذا صدق العبد في توبته واجتهد في تحذير الناس من متابعته على ما كان عليه من الغفلة والضلال، وحرص الحرص الكامل على مزاحمة هذا الضلال بنشر الخير، فإن الله عز وجل سيبدل سيئاته حسنات وسيفتح له باب المغفرة والرضا بإذنه تبارك وتعالى، والله أعلم.